هذا نموذج من نماذج الألبسة التي كان يرتديها جنود تيمور لانك في دخولهم أثناء حروبهم التي كان يقودها لفتح وتوسيع الإمبراطورية التيمورية. هذا لباس آخر يخص تيمور لانك، يعني الخاص بالأمراء الذين كان يبعثهم وقادة الجيش الذين كانوا يترأسون الجيش لفتح وتوسيع المملكة أو الإمبراطورية. نعم، مصنوع من الجلد يا جماعة، حتى الحذاء هو الآخر، وبكيفية الوقت الراهن أنذاك، يعني بالأشياء التي تتاح لهم يصنعون الألبسة الخاصة بجندي وأمراء الإمبراطورية التيمورية.